باب السعادة الزوجية. بمجرد أن فتح الباب ينظر ويدقق ماذا في الزوايا، هل هناك خفايا؟ بودكاست البيان، حياكم الله في سكن وسكينة، معكم يوسف الحمادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، حياكم الله مع برنامج سكن وسكينة. من أجل تعزيز الوعي الأسري لدى الشباب والمقبلين على الزواج، نلتقي مع هذا البرنامج بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وصحيفة البيان في مؤسسة دبي للإعلام. اليوم الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من أسباب السعادة الزوجية مع الدكتور عبد الرحمن الملا. حياك الله أبو عبد الله. أهلا ومرحبا، حياكم الله. الله يحييك ويبارك فيكم. دكتور، بالنسبة لموضوع التغافل، يقال بأنها سنة متروكة، لكن أيضا في موضوع التغافل نحن أمام عائق، أن في دقيقين أحد الطرفين قد يكون دقيق جدا، فموضوع التغافل ممكن يكون فيه صعوبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. بداية نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم والمشاهدين والمشاهدات ممن ينعمون بحياة أسرية عامرة بالأفراح خالية من المناغصات. نعم، من الأخلاقيات الجميلة والحسنة التي لابد أن تتوفر في الحياة الزوجية التغافل. الرجل يتغافل، طبعا حينما أقول التغافل عما يحق ويجوز أن نتغافل عنه من أمور صغيرة موجودة في كل البيوت. ولهذا أحيانا البعض من الرجال والأزواج ربما دخل إلى بيته بمجرد أن فتح الباب ينظر ويدقق ماذا في الزوايا، هل هناك خفايا، يريد أن يمسك بعض الأمور على زوجته، وبالتالي تحصل إشكالات. ولهذا قال من قال ممن سلف: لا يزال التغافل من خصال أهل الكرم. فالإنسان يتغافل ويترك بعض الأمور. لماذا نتغافل؟ لأن هذا الإنسان ليس بمعصوم، فنحن بشر معرضين للخطأ وللصواب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذا لا تدقق كثيرا، البعض سبحان الله حينما يدخل كأنه مدقق مخبر، دخل إلى كما يقول مسرح الجريمة ويفتش في كل نقطة، في الأكل، في الطعام، في الملبس، وهذا كله من تحريك الشيطان. الشيطان له خبرة طويلة في إفساد العباد. بل الشيطان ماذا يفعل؟ يضع كما جاء في الحديث عرشه على الماء ويرسل سراياه فيرجعون. أحدهم ماذا يقول؟ ما تركته حتى فعل كذا وكذا. يقول له الشيطان: ما فعلت شيئا. فيأتي الآخر فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته. فيقول: أنت ويدنيه منه. إذن إخواني أخواتي معاشر الأزواج والزوجات، لا ندقق كثيرا، لأن هذا التدقيق الكثير سيولد من إشكالات أمور كثيرة نحن في غنى عنها. إذن إذا نظرنا إلى الطرف الآخر عن النحو الذي ذكرت، هذا ليس معصوم. إن أردت، إذا كان الأمر كبير ويحتاج إلى تنبيه، لكن كيف يكون التنبيه؟ بالتي أحسن للتي أقوى. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يوجه ابن عمر إلى قيام الليل، ماذا قال؟ قال: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. يقول الراوي: فما ترك قيام الليل منذ أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام. إذن إذا كان الأمر يستدعي إلى توجيه، إلى نصيحة، فلا بد أن تكون بالتي أحسن للتي أقوى للتي أقوم. إذن التغافل، الله الله بالتغافل في حياة الأسرية. نعم دكتور، بالنسبة للتغافل، هل المقصود لا مبالاة، مقصود التطنيش مثلا، ما المقصود بموضوع التغافل؟ طيب ممكن يقول زوج: إذا أنا تغافلت وما نبهت على موضوع الأكل، ما الخطأ سيتكرر إذا تميت أتغافل. أحسنت، لهذا أنا ذكرت في الأمور التي يحق فيها التغافل. مش كل الأمور الإنسان يغفل عنها، هناك أمور كبيرة تحتاج إلى تنبيه وإلى تعليم، وإلا كبرت وحصل الفساد أكثر. لكن أيضا هذا الأمر الكبير الذي يستدعي التنبيه، نوهته وبينت كيف ننبه، كيف نوجه بطريقة طيبة بمقدمات. ولهذا تأمل في الفرق بين هذه الأمرين. الإنسان وجد شخصا عنده خلل فقال: أنت عندك الخلل الفلاني،
سينقبض تجاه هذا الإنسان. لكن إذا قدمت مقدمة يا زوجتي أو يا زوجي كذا، ما شاء الله عليك أنت عندك أمور كثيرة محاسن، أو الزوج يقول لزوجته ما شاء الله عليك حسناتك كثيرة وأنا عاجز عن شكرها، لكن هذا الأمر لو تستدركين فيه الأمر هذا ستفرح بهذا النقد، إن حقا نسميه النقد لكنه نقد بناء وله مقدمات. فإذا النقد هذا مطلوب، لكن كيف ننقد؟ كيف نوجه؟ كيف نعدل السلوك؟ الطريقة إن كانت سيئة يجعل المنصوح لا يقبل. أحيانا هذا يقولون أحيانا الخلل ليس في المنصوح وإنما في الناصح، بذلت نصيحة بطريقة غير سوية وبالتالي رفضها من المنصوح. ولهذا ما يذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التشهير لا أرضى استماع، إلى آخر ما قال رحمه الله. دكتور، موضوع التغافل يجرنا إلى موضوع المسامحة. هل صحيح دكتور أو ترى أن موضوع التسامح عند البعض صعب، يكاد يكون مستحيل؟ موضوع المسامحة التسامح لا يوجد شيء يعني نقول عنه مستحيل وصعب فيما يتعلق بالأمور التي ذكرناها. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إذن الطباع والأخلاقيات منها جبلية موجودة في الإنسان، ومنها ما يكتسبها ويتدرب عليه الإنسان. لو عود الإنسان نفسه على المسامحة لسامح. لهذا مما يكسب الإنسان المسامحة النظر في القرآن الكريم الذي يحث على العفو، النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل انظر إلى نبي الأمة عليه الصلاة والسلام حينما أتاه ذاك الأعرابي فجره من ردائه وقال له يا محمد أعطني من مال الله، أخطأ وأساء في فعله وقوله، قال يا محمد وجره من ردائه، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظر إليه وضحك وأمر له بالعطاء. إذا الإنسان يتمكن من المسامحة، الإنسان كما أسلفت معرض للخطأ، من طبيعة بشر الخطأ وارد، لكن إذا أتى هذا الإنسان ووقعت منه هذه الخطية واعترف أنه خطأ، فالمطلوب من الطرف الآخر أن يقابله بالمسامحة. أنت أيضا تخطئ كما أن الطرف الآخر يخطئ، خاصة الزوجان في فترة طويلة مع بعض فتحصل أمور كثيرة، تارة هذا يخطئ وتارة الأخرى تخطئ، فيقعون في ماذا؟ أو يتعبدون لله بعبادة المسامحة. لهذا اسمع لهذه العبارة الجميلة لأبي الدرداء، قالها لمن؟ لأم الدرداء، قال إذا رأيتيني غضبت فرضيني، وإذا رأيتك غضبتي رضيتك، وإلا فما أسرع ما نفترق. إذا نحتاج للمسامحة لا سيما في هذه الحياة الدنيا. يا أخواني الآن نحن الآن في حقوق الرب، في أعظم من حق الرب نقع في التقصير، أليس كذلك؟ الخشوع في الصلاة أحيانا يذهب، في بعض الأمور أيضا نتكاسل، والرب رحيم وغفور وغفار ويتوب. طيب تريد هذه الرحمات أيضا فلنرحم العبيد، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لهذا أنا أعجب من بعض الناس يعني يظل في خصومة سنوات عديدة بين زوج وزوجته. يا أخواني من أكبر العلاقات العلاقة الزوجية، من أكبر العلاقات زوج وزوجة، هذا أبو العيال وهاي أم العيال، مع هذا خصومة كبيرة، بل وهذه حالات قصيرة وقليلة، تجد يعني فترة طويلة من الزمان الريال عايش شيخنا في غرفة وحرمة في غرفة ولا حديث بينهما، والله جناية قبل أن تكون عليهم على الأبناء. ما ذنب الأبناء؟ الابن هذا صغير الآن وقت الفرح والضحك لاحق على الهموم والغموم، فيرى هذا الخلاف بين أمه بين 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 والده لسنوات عديدة ما في كلام، وإن حصل كلام فخلاف ورفع صوت وإلى آخره. فإذا نحتاج إلى أن نتعبد بهذه العبادة العظيمة العفو والتسامح. دكتور، أيضا يجرنا موضوع العفو والتسامح إلى الاعتذار. يشتكين النساء بأنهن أقدر على موضوع الاعتذار من الرجال، يعني إحنا نسامح أو إحنا نطلب الاعتذار والاعتذار ونعتذر إذا صار منا خطأ، لكن ما نشوف بالمقابل الرجل في نفس الكفاءة في موضوع الاعتذار. وفقكم الله، التسلسل جميل، مسامحة اعتذار. أنا الآن أطالب
الشخص الآخر بأن يسامحني في الخطأ الذي وقع وبدر مني، لكن أيضا أنت بادر بالاعتذار، اذهب إلى الشخص الذي أخطأت في حقه واعتذر منه. انظروا إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ليتنا نترسم الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم، ليتنا ننظر في السيرة النبوية يا إخواني، والله إذا نظرنا في السيرة النبوية لكانت بيوتنا عامرة بالأفراح. هدي مع الأطفال، هدي مع الربيبة، هدي مع الزوجة، هدي مع الخادم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فقط يعتذر هو، بل يعتذر لغيره. ولهذا في مرة، اسمع لهذه الحادثة العجيبة، تصورها كأنك أنت عايش الحادثة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غرفة إحدى زوجاته، وإذا بالأخرى ترسل طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت التي هو في بيتها، غارت. فماذا فعلت؟ أرسلت الطعام بواسطة الخادم، فضربت يد الخادم فسقط الطعام وتناثر الطعام وتناثر أجزاء من الإناء. متصور المشهد هذا شيخ في بيت النبوة، وإناء الطعام يسقط وينكسر والطعام يتناثر. لو كنت أنا في هذا الموقف ماذا سأفعل؟ الله أعلم. لكن انظروا إلى نبي الرحمة ماذا فعل؟ اعتذر لها. ماذا فعل؟ قال غارت أمكم. يعتذر لها، يعني لا تثربون عليها لهذا الصنيع الذي فعلته وفي بيتي وأمام نبي الأمة. هذه الغيرة وهذا الأمر، المرأة مجبولة عليها نتغار. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لها، ولم يكتفي بهذا، بل جمع ما تناثر من الإناء والطعام. هل هذا فقط؟ لا، بل حبس الخادم ودفع له بإناء وأرسله للتي انكسر إناؤها، فقال إناء بإناء عليه الصلاة والسلام. إذا نحتاج إلى الاعتذار، إذا أخطأت فتذهب إلى الطرف الآخر وتقول أني أخطأت وتعتذر منها، وبهذا تمشي الحياة الأسرية. دكتور عبد الله، بنتقل إلى موضوع الملفات القديمة. الملفات القديمة دكتور ما يخفى عليك، يعني قد يأتي زوج وذكره أنت كنت متزوجة، أنت مطلقة، أو هي تقول له أنت كنت متزوج، أنت تطلقت من قبل، فيفتحون ملفات قديمة، أو قد ممكن يقول لها أنت كنت غير محجبة الآن أنت محجبة، فينبشون الملفات القديمة. أحسنت، أمر في غاية الأهمية ومن محققات الحياة الأسرية السعيدة. إخواني خواتي، ما مضى فقد مضى، لا تسألون ولا تفتشون عما مضى. لهذا من الأخطاء الشنيعة أن بعض الزوجات في بداية الزواج حتى لو في نهايته تذهب، ولا أقول تسأل هل تزوجت من قبل، يا ليت الأمر يقتصر على هذا الأمر، لا هانة وسهل الخطب قليلا، لكن حفظكم الله تسأل عن ماذا؟ هل لك علاقات سابقة؟ والعادي الأمور طيبة، أنا لا ما بزعل من الكلام البنات، وهذا يفتح باب شر كبير بل مستطير. ولهذا أنا أنصح كل الأزواج والزوجات، إذا سألتوا أو سئلتم من قبل الطرف الآخر عن ماضيكم، لا تتكلمون ولا ترفعون ستر الله عن أنفسكم أبدا، لا تبوحون بحد، من تاب تاب الله عليه، هذا أمر مفروغ منه. فلماذا نفتش هذه الأمور؟ حتى ولو قالت المرأة أنا راضية ولا لن أغضب كذا الآخر، هذا لا تستجيب له، لأن ستمر الأيام وبعد ذلك المرأة سوف تعير هذا الزوج بماضيه، بل ربما أي تصرف ربما يعني صدر عن حسن نية، فسوف تفسره بماذا؟ أكيد أنت عندك كذا وكذا بناء على ماضيك. إذن ما نفتش إخواني، لا تنظرون فيما مضى، لا تدخلون المشاكل في أنفسكم. الإنسان المفروض يتعاطى الأسباب اللي تدخل الفرحة والبهجة إلى نفسه، إلى غيره، إلى زوجته، إلى أبناء. أما ملفات مضى، الله جل وعلا تاب على من تاب، غفر لمن استغفر، وأنا أروح أفتش فيها؟ إذن هذه من الأساليب الخاطئة اللي انتهجها ما أقول كثير، القليل من الأزواج. وهذا ما ذكرته سعدنا الفاضل إلا لأنه موجود في الساحة الأسرية، يذكرون ونقل إلينا شو ماضيك، هذا يسأل وتلك تسأل
وإذا وقف الرجل على بعض الأمور ربما البنت كان عندها علاقة عابرة خاطئة وتركتها وندمت عليها، وبالتالي تبوح علاقة مجرد كلام تبوح به وتابت منه فتبوح للزوج، وبالتالي ربما وقع الطلاق في وقته. يا إخواني أنا لماذا أو لماذا قررنا هذا الأمر؟ الزوج أنت الآن بعد أن تم الزواج لا تسأل أسئلة، هذه متى تسأل؟ بين يدي العقد. الزوج يأخذ فترة يسأل عن المخطوبة، أو الخاطب يسأل عن المخطوبة، والمخطوبة أهلها يسألون عن الخاطب، لكن بعد أن تم الزواج الآن نسأل شو ماضيك، شو عندكم من أمور كذا. بهذه الوسائل ندخل الأحزان وليس الأفراح إلى بيوتنا. يبارك فيك، شكرا لك دكتور على هذه الحلقة. وياك الله يبارك فيكم يحفظكم. شكرا مشاهدي الكرام، مع برنامج السكن أو سكن وسكينة سنلتقي في حلقات قادمة. شكرا للدكتور عبد الرحمن المرة الملا، شكرا لكم على المتابعة، إلى الملتقى.